بشير انه سيعود الى مستواه، تعود الكره من هناك الى الدفاع الى هجوم مولوديه طهران، والكره الان عند موسي عبد السلام. موسي عبد السلام كاد يسجل ويسجل الهدف الاول، يسجل الهدف الاول من قبل بالرمله الطيب، بالرمله الطيب يسجل الهدف الاول ويحرر الانصار الحاضرين هنا بملعب الشهيد احمد زبانه. هدف في المستوى مصنوع بطريقه جيده جدا. الاولى نشوفوا الان عقبي هنا ظهار خلا وبالرمله موسي يصدها سيدريك وتعود الى بالرمله الى طيب بالرمله طيب الرمله الذي يسجل الهدف الاول لمولي يقف. ايوه سيدريك ما تعود الكره من هناك الى شباب قسنطينه قطفه ولكن غير بعيده عن الحارس بالعربي عبد الله عقبي في اتجاه منطقه العمليات والهدف الثاني لمولوديه طهران، هدف ثاني لفريق مولوديه طهران ولكن الحكم يعلن عن تسلل على ما اعتقد او لمس باليد او لمسه يد. انما اعاده اللقطه تبرز ذلك. ما فيش لمسه لانه البرا تاعو كان طول لون دي كور. نشوف فيه لمسه يد صحيح واضحه جدا. دريد نصر الدين من يحيى على ما اعتقد، ياسين بزاز الى من وجه لوجه والهدف تعادل، وهدف التعادل من بول مدايس او قيرابيس يسجل هدف التعادل. قيرابيس او بول مدايس يسجل هدف التعادل. شوفوا هنا الخطا في الدفاع مولوديه طهران، المخالفه من بزاف، وشوف كيفاش بول مدايس وحده متحرر ما كان حتى ماركاج عليه. القائم الثاني بول مدايس وجه لوجه امام الحارس بالعربي ما يفعل ولا شيء في مثل هكذا لقطات. ربما بول مدايس كان في مكان مناسب امام دفاع شاغر تقريبا. موسي من هناك الى من؟ موسي يقذف والعارضه ترد وتنوب عن الحارس سيدريك. قطفة قوية مركزة. كانت تقريبا نقول الباس هذه، شوف القذفة بالرملة يفتح الكرة إلى من؟ وحده، ولكن ماذا يقول الحكم في هذه اللقطة؟ يأمر بمواصلة اللعب. لقطة خطيرة على الدهار ولكن خصوصا شرفة اللاعب المستقدم المغترب. من خلاف الاخطاء اللي شفناهم في الشوط الاول لحد الساعه. في قذفه من هناك، قذفه خطيره من هناك من جانب مولوديه طهران ولكن غير بعيده ودهار كان من دون جديد. ياسين بزاز يعود الى مساعده فريقه. فافي من هناك وحده. فافي من هناك ماذا يفعل فافي؟ كاد فافي لولا براعه الحارس بالعربي عبد الله. فافي وجه لوجه على بعد امتار وهو جايب الكره ولكن لم يضع الكره في المكان المناسب. ودنا عليه لانه كان شفنا سرعته اللي كنت تكلم عليها.